نفيدا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وفي إطار التعاون العسكري الثنائي المغربي الأمريكي تنظم وحدة الإغاثة والإنقاذ تابعة للقوات المسلحة الملكية بمدينة القنيطرة التمرين المشترك لتدبير الكوارث ماروك مونتليت 2022 للإشارة. فهذا التمرين يعرف مشاركة أفراد وعسكريين بمختلف التخصصات للقوات المسلحة الملكية والمديرية العامة للوقاية المدنية إلى جانب فرق أمريكية متخصصة من الحرس الوطني لولاية يوتا ووكالة الحد من التهديدات الدفاعية. بالنسبة لوحدة مكافحة الحرائق التابعة لوحدة الإغاثة والإنقاذ للقوات المسلحة الملكية، فقد حرصت على تطوير وصقل المهارات وكفاءات جميع مكوناتها من خلال برمجة حزمة من التمارين الافتراضية وأخرى أكثر واقعية تتعلق أساسا بحرائق الغابات والطائرات على مستوى كل من وحدة الإغاثة والإنقاذ والقاعدة الجوية الثالثة للقوات الملكية الجوية. من خلال سيناريو قريب جدا من الواقع تم فيه استعمال معدات وعناصر فرقة الدفاع ضد المخاطر النووية الإشعاعية البيولوجية والكيماوية التابعة لوحدة الإغاثة والإنقاذ للقوات المسلحة الملكية جنبا إلى جنب مع المتخصصين الأمريكيين التابعين للحرس الوطني لولاية يوتا يوتا ناشونال غارد وتحت إشراف وكالة الدفاع والحد من المخاطر ديترا Defense Threat Reduction Agency بالتدخل في المنطقة التقنية للقاعدة الجوية الملكية الثالثة باستطلاع أولي باستعمال روبوتات ومعدات متطورة تمكن من الكشف عن المواد الخطيرة التي قد تكون موجودة في منطقة الكارثة تحديد طبيعتها وكذا أخذ عينات من أجل تحليل مختبري. نسخة 2022 من هذا التمرين السنوي سمحت لي بقيادة تدخلات لمحاربة الفيضانات وكذلك التعرف على إجراءات ومعدات نظرائنا الأمريكيين. كانت مشاركتي في هذا الإصدار كرئيس لوحدة الإنقاذ المائي قيمة مضافة وخاصة فيما يتعلق بتدابير السلامة التي يجب مراعاتها أثناء إجلاء الضحايا. Oh, I love being in Morocco. I have great affection for the Moroccan people. I have been coming to Morocco since around 2010, and I feel like this is my second home. So I come to Morocco at least twice a year, if not three times a year, and I love being here. So I just thank you for having me.